مش قلت لك المزه دي صاروخ؟ بس انت وقعت عليها فين دي؟ هي اللي جاتني لحد عند ارزايا يا معلم. البت دي هلم من وراها لم المه من قبل. هقتله بقى، هقتله انت بقى يا سلطان بقى، وما تزيدش عشان انا وانت عارفين انك هفق ومش هتعمل حاجه. طب على الاقل يا اخي هشتم، انت مش سامع بيقول على مراتي ايه؟ سلطان داليا دلوقتي ما بقتش ملكك، داليا بقت ملك جمهورها. وجهه نظر علا غانم دي انا مش هستحملها دلوقتي. طيب ممكن بقى نفكر بهدوء عشان نعرف هنعمل ايه؟ ايه ده؟ يا قلبت رقاصه ولا هبله؟ ما عارف. طب يلا يلا جوز الست بهجت بهزر يلا. ربنا ينتقم منك يا بهجت، قلت لي بتنسى طلعت اتجننت خالص. اللي عند داليا ده مرض اسمه ديسفوريا سيندروم. يا نهار اسود، ديسفوريا كوسكوس؟ ديسفوريا سيندروم، هقولها لك ازاي ما انت جاهل. مرض بيض السمكه. بيض سمكه ايه يا بهجت؟ انا ناقصك. بص انا فاهمك دلوقتي، بعد ما داليا حصل لها فقدان جزئي للذاكره ونسيتها، ما بقتش داليا بقى خالص اللي انت تعرفها. شخصيه داليا اتقسمت جواها لشخصيات كتيره، يعني بالظبط كده زي السمكه لما بتبيض كتير. لا ثانيه واحده بس، سمكه ايه اللي بتبيض كتير؟ هي السمكه مش بتولد؟ لا ما هو احنا مش هنسيب الكارثه اللي احنا فيها ونتناقش في السمكه بتبيض ولا بتولد. داليا اللي جوه دي شخصيتها اتقسمت جواها شخصيات كتيره، هتبقى داليا المهندسه وداليا المحاميه وداليا الدكتوره، وهي بدأت النهارده بداليا الرقاصة. ايوه يعني مين في كل البيت ده مراتك؟ كلهم مراتك، بس ولا واحدة فيهم فاكرينك أو عارفينك. فأنت بقى المفروض تعمل إيه مع الشخصيات دي؟ يعرفوني ويحبوني من أول وجديد. غلط. أمال إيه؟ لازم تتجوز الشخصيات دي كلها. أنت اتجننت يا بهجت، عايزني أتجوز مراتي من أول وجديد. أيوه. إزاي يعني؟ هتتجوز داليا، هتنام داليا، هتصحى شخصية جديدة وبرضه نسياك، هتتجوزها وتصحى شخصية جديدة وبرضه. لحد يوم القيامة. لا طبعًا. أمال إيه؟ لحد ما تتجوز كل بيض السمك الصغير ويتكون لك بقى البيضة الكبيرة اللي هي داليا معروف. أيوة ترجع لك بقى داليا مراتك حبيبتك. ده الحظ اللي أنا فيه ده يا رب، يعني حابك تبتدي بالشخصية الشمال دي، يعني بيضة وشمال. طب دي هتجوزها ازاي بقى؟ انت قلت لي مين اللي بيغني وراها؟ شفت بوستر أحمد شيبة ورا. يبقى لازم نتخلص منه. حلو، نرمي له حتة حشيش في عربيته ونبلغ عنه. بلغ على طول، شيبة كده كده أكيد معاه حشيش.